وجه وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد تعليمات صارمة لمسيري المستشفيات على مستوى العاصمة لتحسين التكفل بالمصابين بفيروس كورونا. وقال بن بوزيد خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم، قال إن ارتفاع عدد الإصابات بالعاصمة تجاوز قدرة استيعاب الأسرة بالمستشفيات. الأمر يستدعي حسبه وضع إمكانيات خاصة بنية تحسين التكفل بالمرضى والاستعداد لتجنيد مصالح إضافية لرفع من قدرة استيعاب الأسرة الاستشفائية والإنعاش ودعمها بالتجهيزات والمستخدمين.